بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المتابعين في برنامج عن بعد. نستضيف اليوم الدكتور سالم بن محاد المعشني، المحاضر في جامعة ظفار. أزف الرحيل وآن الوقت أعترف، تناشر المسك رضا بالشهد يرتشف، ما كل منظوم أخا الأنداء منتظم. يا حسن منطور لا يهمي ليغترف، من صلصل الشفق في الأنحاء مدثر. جمر النوى رسما لا يجرو وقد سفك، في الوجنتين دنا في الحاجبين هما، زهر البطاح يدغدغ حيثما عكف. لا يهتدي بسناه واجد ثمل، ناهيك يمتاح وصلا بعدما نكف. يا حيرة الواجد يجتاح الضلوع ونا، يرديه في الحالتين حائر دنف. قلت وقلنا كلاما دون ما قصد، وآخر القول مريم أنتم الهدف. لا سامح الله أشواقا على عجل، تطارح الجرح نزفا ثم تأتلف. يدنو إلى ماتح قد فصل البلوى، للفتنة القصوى حزن ومنعطف. يا مبعث الزهو عيري خافق وترا، لحنا عليه ينام الطرس والحرف. لن يشتكي من بعده يا منيتي ألما، ما دام في قبضتيك عسكر الشرف. يا دكتور، نحن وصلتنا جزاك الله خير المقطع الشعري بصوتك، ونريد، أنا عندي سؤال هنا دكتور سالم، بالنسبة لو تحدثنا عن مناسبة هذا النص. والله هذه المناسبة يا أستاذ محمد هي على كل حال تعبير، وهذا التعبير الأدبي يعني قد تكون له مناسبات كثيرة وتداعيات كثيرة. نعم. والذي جعلني حقيقة أرسل هذا النص وأرسله إليكم هي تلك التداعيات التي تأتيني هكذا بين فترة وأخرى، تعبر وتقدم معاناة إنسان، وإن كانت هذه المعاناة حقيقة ممتدة عبر مراحل الأدب. فإذا كنت قرأت هذا الأبيات واستمعت إليها، فالأبيات تتحدث عن مقطوعة غزلية، وهي حقيقة في قالب تقليدي كلاسيكي، لكنها مفعمة بالسوريالية إذا جاز ذلك، وأيضا قد لا يتأتى شك شيفرتها والوصول إلى مناطقها المخبوة ورمزيتها إلا من خلال قراءة وقراءة، بل وقراءات يعني متعمقة، قراءة نقدية يعني. صح؟ نعم، قراءة نقدية متعمقة أحسن. لكن يظل هو التعبير، هو التعبير، التعبير هو التعبير، إن كان شعرا أو كان نثرا أو كانت لوحة، رسم تشكيلي، عتبات معينة، ما يتوارى خلف ذلك الشكل الخارجي هو ما يمكن أن نسميه في فلسفة الميتافيزيقيا العالم الغيبي المتواري. وإنما كل ما هو في نطاق العالم الحسي المرئي من السهل جدا إدراكه، ويظل الإنسان هو الإنسان يعبر بالوسيلة وبالفكرة التي على قدر استعداداته وموهبته. نعم، هكذا. نعم دكتور، بس الدكتور هذا شعر فصيح عمودي،
ولكنه صعب، يعني صعب، تصعب الفهم، يعني فهم هذه هذا النص. يعني هل هذه سريالية جديدة أم يعني مثلا نقول، أنت قلت في البيت يعني عسكر الشرف، هل هذا الشرف المعنوي يستطيع أن يعسكر؟ أحسنت أستاذ محمد، يعني هذا سؤال ممتاز حقيقة، وإن دل على شيء فإنما يدل على ثقافة وفهم عميق. السريالية أخي الكريم هي مدرسة غربية حديثة، وإن كانت السريالية هذه حقيقة ممتدة منذ حتى حضارة اليونان إلى اليوم. وباختصار شديد السريالية هذه هي عبارة عن التعبير بما يتخيله الإنسان ويتمناه، ويتمناه الإنسان المبدع إذا عجز عن تحقيقه في عالم الحس والواقع، يقوم بالتعبير عنه عبر الخيال الشاعري. فكل ما تتمناه أنت عبر الخيال، وإن كان عاصيا على الحضور وفي عالم المادة والحس، يكون ذلك بمثابة ارتداد منك إلى ذلك الزمن المشتهى، الزمن المتخيل، الزمن الذي تتمناه وتستطيع أن تحققه أنت من خلال هذا الهجرة إلى ذلك العالم غير المنظور، والذي تستطيع أنت من خلال الخيال الشعري أن ترسم فيه ما تشاء. لكن هذا يدل على أنك لم تستطع أن تحقق شيء في عالم الحس وعالم الحقيقة. وفي الخطاب السريالي لا يكون هناك استحضار أبدا إلا ما ندر للعقل ولكل ما هو منطقي وموضوعي، وإنما هو يعني التعبير عما تتمناه وما لم تحققه أنت في هذا العالم. السريالية يا أخي كريمة كمصطلح يعني نحن نريد أن نقول عنه يعني الخيال، والسريالية يعني هي اللاوعي هو الوعي، ولا معقول هو المعقول. واستخدم الشعراء من قديم الزمن يعني إذا ما عجزوا عن تحقيق ما يتمنونه يستخدمون هذه الأساليب، لكن المصطلحات عبر الأزمنة وعبر العصور، عصور التاريخ والأدب، تختلف من مرحلة إلى أخرى. فلذلك نعم هي سريالية، لكنني تعمدت أن أضع هذه السريالية ولا معقول أحيانا، تعمدت أن أضعها في قالب تقليدي عمودي، لأن الأذن العربية حقيقة تهتز لهذا الخطاب وتتذوق هذا الخطاب العمودي، لأنها وليدة تربية ونشأة قديمة، فكل ما هو موزون ومغفى ومموثق الأذن العربية ترتاح له وتلتذ به. وأيضا يعني إذا كان الشاعر مبدعا يستطيع أن يوضح هذه السريالية في هذا القالب العمودي دون أن يخرج إلى ما يسمى بقصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر، لأن محصول الإنسان من القافية أحيانا قد ينتهي. إذا كتبت أنت مثلا قصيدة من 10 أبيات من 20 بيت، قد تجد هناك صعوبة أيضا في الإتيان بروي وقافية مشابهة، وهذا ما جعل طبعا الشعراء في مدرسة عصر التحديث وعصر التيار ومنسي من 1948 فصاعدا يستخدمون شعر التفعيل أو ما نسميه بالشعر الحر، ثم في الأخير وجدنا قصيدة النثر. دكتور، في سؤال أخير اللي هو إذا نريد أن نضع هذا النص في مكانه من حيث الصورة البلاغية. الصورة البلاغية يعني هي يا أخي الكريم قديما كانت يعني تعتمد على ما نسميه بالاستعارة والتشبيه والمجاز، وهي اليوم
اليوم بس يعني أصبحت بعض المصطلحات الجديدة كالتشخيص وكالتجسيم والتجريد. فأنت ترى الآن لو قمت باستعراض أو بحصر الدوال والألفاظ التي هو المعجم الذي تتكون منه هذه القطعة والمقطوعة الشعرية، ستجد هنالك أسماء كثيرة مجردة ومعنوية، وستجد الأسماء الحسية والأسماء الفيزيائية إذا صح هذا التعبير قليلة. لماذا؟ لأن سطوة المجرد الذي يتعلق بالغيبي، فعلى سبيل المثال يعني حارس الشرف، الشرف هذه اللفظة والتي هي يعني كانت عنوان لهذا النص، الشرف هنا اسم معنوي، اسم معنوي، والأسماء المعنوية والمجردة هي تلك الأسماء التي نعرفها جميعا ونتعامل معها، لكننا لا ندركها حسا ولا ندركها بحواسنا الخمس. وكلنا يعرف العلم أيضا، ويعرف الضمير، ويعرف الحق، ويعرف الظلم، ويعرف الجهل، ويعرف الشرف، ويعرف هذه الأسماء الكثيرة، لكنها ليست هذه الأسماء المعنوية والمجردة، ليست هي في عالم الحضور والحس مثل ما نقول القلم مثلا أو الجامعة أو الكرسي أو التلفاز أو المحضرة أو كل هذه أو الكأس. هذه الأسماء الحسية ندركها بعيوننا ونلمسها بأصابعنا ونتذوقها ونتحسسها ونشتمها إلى آخر. إذن هذا هو العالم الحسي، والعالم الحسي عالم قصير، عالم قصير جدا، وعالم يعني لا يلبث أن ينتهي. أما العالم الغيبي المجرد والمعنوي هو ذلك العالم الذي نحن ننتظره عند الله سبحانه وتعالى، ولنا في الوحي أن المؤمنين ينتظرون العالم الغيبي بفارغ الصبر، اللي هي يعني الجنة والخروج من هذه الدنيا المؤقتة إلى ذلك النعيم الخالد. الدنيا محفوفة بالمنقصات ومحفوفة بالأحزان وبالأحزان، لكن القطعة الشعرية هي قطعة غزلية. والسؤال أيضا هنا أستاذي الكريم أستاذ محمد المعشني، يعني وأحييكم حقيقة في هذا اللقاء، وأحيي قناتكم، وأحيي أيضا شخصكم الكريم، جزاك الله خير دكتور، اهتمامكم حقيقة بالشعر وبالأدب. أخي الكريم، يعني هذا العالم الذي نحيا فيه عالم يعني سريع جدا، إيقاعه سريع وزمانه سريع، ولا يبقى منه شيء إلا ما غرسه الإنسان لنفسه باعتبار أن هذه الحياة الدنيا هي دار اختبار، وهي المرحلة الأولى التي تمهد للعالم الآخر الخالد، العالم الذي ليس له يعني ليس بعده منقصات. لكنني لا أريد أن أصدم عقل الغاري، ولا أريد أيضا أن أزرع في قلبي الأحزان. جعلتها قطعة غزلية، وهذه القطعة العزلية فيها ما يمكن أن نسميه بالعتاب أو بالحزن المرغوب، أو فيها ما يمكن أن نسميه أيضا بالشجن، الشجن الذي دائما الشعراء يحبونه، الذي هو التغزل بالحبيب. والتغزل بالحبيب طبعا ليس شرطا أن يكون هذا الحبيب أنثى، وليس شرطا أن يكون حواء، يعني الحبيب هذا هو تلك الأشواق التي نحن دائما نشتاقها، تلك الأشواق التي تسافر بنا إلى عالم لا نستطيع أن نقبض عليه، لكنها تظل هذه الأشواق دائما متقدة حتى مع ناس الكبار، وليست الأشواق من أجل ارتواء حسي أو ارتواء جسدي، لا، هي أشواق
تبحث عن حياة مستديمة فيها الهناء وتنتفي فيها الأحزان والأشجان وكل ما هو يعني يؤذي الإنسان. شكرا جزيلا دكتور سالم بن محاد المعشري المحاضر في جامعة الظفار، جزاك الله خير دكتور. وهل عندك إضافة؟ لأنه خلاص الآن نحن أوشكنا على الختام. الأدب هذا يعني لا ينتهي، وأنا أدعو الشعراء والكتاب ألا يستخدموا وظيفة الأدب وظيفة يعني نفعية أو وظيفة جمالية أو وظيفة احتفالية. أدعوهم أن يستخدموا الأدب كوظيفة أخلاقية قيمية وكرسالة، رسالة محبة وسلام، ورسالة تبصير الناس وتوجيه الناس إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، كما قال طبعا أدونيس، إلى ما يجب أن يكونوا عليه في عالم القيم والمثل، وليس يعني البحث عن شهرة اجتماعية أو مثلا لكي يقال عن هذا الإنسان كاتب أو شاعر. ليست هذه وظيفة الشعر ولا الأدب، إنما وظيفة الشعر هو التعبير عن هموم الناس وحل معضلات مشكلات الناس من خلال الخطاب الشعري. ولو أخفيكم، وأنتم تعرفون هذا أستاذ محمد، لا أخفيكم أن الشعراء والأدباء في منذ فجر التاريخ ومنذ أن كتب الشاعر الشعر أو كتب الأدب، وهم ينافحون ويناضلون إما عن قبيلة وإما عن مجتمع قبلي، عن قبيلة وإما عن نظام سياسي، ولا زال إلى اليوم. ومن ثم هم يشاركون أيضا السياسي في، ويشاركون أيضا الاقتصادي، ويشاركون علماء الاجتماع، ويشاركون علماء التاريخ، ويشاركون علماء الفلسفة وعلماء الدين في هذه الرسالة الأخلاقية التي هي هبة ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى، قد أثرهم الله بها. وإلا ما فماذا يعني الوحي والإيحاء؟ نقول نحن الإيحاء الشعري، عند الشاعر الإيحاء الشعري، وعند الأنبياء هو الوحي. إذن هو إيثار من الله سبحانه وتعالى أن خص هذا الإنسان وأثره بهذا الوحي. إذن يجب أن يكون، أن يضعه في مكانه وأن يصونه وأن يراعي هذه الأمانة التي أثر، التي هي من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد أطلت عليكم وأشكركم على هذا التواصل، وأرجو أن ألقاكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. بالعكس اتصالات دكتور، أخرى أنت حديثك لا يمل صراحة، حديثك لا يمل، جزاك الله خير. في نهاية هذا اللقاء نشكرك دكتور سالم بن محاد المعشني المحاضر في جامعة الظفار، ونستودعكم الله في نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.